بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الكريم الذي يجمع شباب هذه الدعوة مع مشايخها ومع علمائها، نسترشد بآرائهم في هذه الأوقات الصعبة من عمر هذه الأمة التي تحتاج إلى خبرة هؤلاء الأوائل الذين خبروا هذا الطريق وعرفوا دروبه ومسالكه، ليتعرف الشباب على خبرة الشيوخ. نحن اليوم أيها الأحبة الكرام جئنا وجئتم إلى هذا الحوار مع فضيلة الشيخين الكريمين، فضيلة الشيخ عبد المنعم الشحات المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية وعضو مجلس الإدارة، وفضيلة الشيخ المكرم الشيخ شريف الهواري شيخ هذه البلدة وعضو مجلس إدارة الدعوة السلفية. أيضا الحوار سيتكون بإذن الله عز وجل من جزئين. الجزء الأول سنفتح نحن بعض الملفات مع المشايخ ونسألهم بعض الأسئلة، ثم سيفتح بعد ذلك الباب لأسئلة الحضور الكريم. بداية السؤال إلى فضيلة الشيخ عبد المنعم الشحات. السؤال يقول: شيخنا، ما تعليقك على بعض من يقول أننا في رمضان وهو شهر العبادة والطاعة والتقرب إلى الله تبارك وتعالى، يعني لا نريد أن نتكلم عن الأوضاع السياسية التي تمر بها البلاد، فهل من توجيه إلى من يقول ذلك؟ السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، ثم أما بعد، فأنا في الواقع مؤيد لمن يقول ذلك، لكن الكلام يحتاج تفصيل. بمعنى، من يقول ذلك؟ هل يقول يعني أننا عبر سنة ونصف ولأسباب خارجة عن إرادتنا تغيرت نسبة الاهتمامات؟ بمعنى أن العمل السياسي جزء من العمل من أجل الإسلام، لأن نحن نريد إصلاح على مستوى الفرد والمجتمع والدولة، الفرد والمجتمع والدولة. الإصلاح على مستوى المجتمع لا يتأتى إلا بالإصلاح على مستوى الفرد، والإصلاح على مستوى الدولة لا يتأتى إلا بالإصلاح على مستوى المجتمع. بمعنى أننا عندما نبدأ دعوة في مسجد مثلا في منطقة العمرية أو في أحدى قراها، هذا بداية لإصلاح الأفراد الذين سيدخلون معنا المسجد، نتعاون سويا على حفظ القرآن، فهم القرآن، المحافظة على الفرائض، اجتناب النواهي. متى يستطيع هذا المسجد أن يؤثر في الحي ككل؟ لننتقل من مرحلة إصلاح الفرد إلى مصلحة إصلاح المجتمع. فإذا هذا المسجد إذا كان فيه مثلا 20-30-100 فرد على أخلاق عالية وعلى قدرة على نقل الدعوة باللسان وبالسلوك وبالعمل، نجد أن القرية ككل بدأ يشيع فيها الحجاب، بدأ يقل فيها بيع المخدرات، بدأ تختفي منها البلطجة. ولكن لو أن هذا المسجد داخله أفضل خطباء الدنيا ولكن لم يستجب له أحد، لن يغير كثيرا في المجتمع. فإذا إصلاح الفرد يغير في المجتمع، يغير وجه المجتمع. متى يمكن أن نغير وجه الدولة؟ وبأي نسبة أيضا؟ عندما أكون عندي مثلا أمثال هذا المسجد إذا ضربت به المثال، فيشغل هذا المسجد يكون منه 20-30 مسجد في دائرة انتخابية تؤثر على مزاج الناخب بحيث يختار من يريدون أن يصبغوا الدولة بالصبغة الموافقة لشرع الله تبارك وتعالى. هذا أشبه بمصنع بينتج منتج معين عبر ثلاث مراحل. المرحلة الأولى بتجيب المادة الخام، يصنع منها منتج أولي،
وبعدين كل 100 قطعة من المنتج الأولي يدخلوا في المرحلة الثانية يعملوا منتج وسيط آخر، بعدين كل 100 قطعة من دي يدخلوا على المرحلة الأخيرة عشان يعمل منتج النهائي. ممكن أحيانا في ضغط شغل مدير المصنع يقول كل العمالة تروح للمرحلة الأخيرة، عنده مخزون في الماء في المخزون جاي له من المرحلة اللي قبلها، يطلع انتاج كويس جدا ويبيع، وبعدين اللي يحصل المصنع كله يقف، لان لازم بدأ لو المرحلة الاولانية ما انتجتش التانية مش هتنتج، التالتة مش هتنتج. انا تغيير شكل الدولة اللي هي اسمه بقى العمل السياسي، المرحلة الايه التالتة، الاولانية الفرد، الثانية المجتمع، الثالثة الدولة. فاحنا عملنا زي المدير المصنع اللي عنده أزمة في الإنتاج، سحب كل العمالة حطهم في المرحلة الثالثة، طلع إنتاج كويس وبعدين قرب إيه؟ قرب يوقف. قبل ما يوقف لازم أرجع بسرعة أنتج في المرحلة الأولى، وعايز أنتج في المرحلة الأولى ده أنا كل مثلا نقول إيه 1000 قطعة في المرحلة الأولى يديني قطعة واحدة في المرحلة الأخيرة، أو المهم عدد كبير. فإذا كان إحنا بنتكلم حول إعادة ترتيب الأولويات بالذات في رمضان، يبقى إحنا في رمضان محتاجين ناس جديدة تدخل المسجد، ناس جديدة تقتنع إن حياتها يجب أن تحكم بالإسلام، مش من خلال الدولة، من خلال قناعته هو، يبقى هو مقتنع بذلك فيطبقوا على نفسه، محتاجين الكلام ده كويس جدا. لكن ما ينفعش تلغي مرحلة التأثير على الدولة وإلا يأثر غيرك، ما انتش اللاعب الوحيد في الملعب وبالتالي غيرك يؤثر. فلا انت تركت الساحة، احنا شايفين الإعلام يعني عنده رمضان بالعكس بالظبط، يعني تقول مثلا في رمضان يعني ده هم دلوقتي حتى لما بيعملوا افلام ومسلسلات يقولوا ده معمول عشان رمضان، فكان زمان يعني كلمه ان ده مسلسل معمول عشان رمضان يعني الممثلات يخففوا التبرج شويه، يعني القصه ما يبقاش فيها مشهيات كتير من الشهوات، يعني دلوقتي العكس تماما، رمضان يعني ملابس مثيره، يعني الفاظ خارجه، يعني أفلام ومسلسلات عايزة تقول مصر دي حاجة من اتنين، يا فنادق 5 نجوم يا عشوائيات في الحضيض خالص، والقاسم المشترك بين الاتنين الجنس والمخدرات. يعني ان مفيش في مصر مساجد بفضل، يعني المنظر ده ما حدش يجيبه في مسلسل، القائد إبراهيم و الصلاة اللي بتبقى واخدة البحر كله دي مش هتيجي في مسلسل. اللي بيجي عندهم بالذات في المسلسلات الرمضانية يا إما حياة الناس اللي عايشين طرف عالي جدا، وفي ناس أغنياء عندهم طرف مباح وبينفق، وفي رمضان بنرى بفضل الله برضه دول مش هيجوا في مسلسل. هيجي دول ويجي العشوائيات اللي هي يعني في تعيش في حالة ضيق شديد جدا، بس المهم مع رغم الفرق الشاسع بين معيشة دول ودول في الدنيا فحسب هذه المسلسلات هتجد القاسم المشترك بين الاثنين الجنس والمخدرات. هذه الصورة التي يصوروننا بها، ده الشعب المصري، وبعد كده نشتكي ان الشعوب الاخرى بيقولوا علينا كده. هو مش احنا اللي قدمنا نفسنا للناس كده؟ مش احنا اللي خبينا الصلاة كأنها عورة، وكتاتيب القرآن اللي في كل شارع كتاب ما حدش بيصورها، ولما يجي يتكلموا على قضايا المرأة ما بيجيبش الست الفلاحة اللي بتشتغل في البيت والغيط، وبيروح يجيب الفنانة والراقصة ونحن. احنا اللي بنقدم الدنيا كده، ما علينا. في رمضان ما ينفعش تقول يعني انا هاخد هدنة شوية، لان الخصم ما عندوش هدنة، فبالتالي ما ينفعش اسيب الخصم يتلاعب بعقول الناس، ولكن في ذات الوقت فعلا رمضان فرصة. رمضان العام ده قرب مخزوننا الاستراتيجي
من مرحلة إصلاح الفرد يقف، ما عندنا ما بنجيبش أفراد جديدة فحنوقف خالص. فيا ريت رمضان ده يعني العبارة دي ناخدها على الوجه الحسن مش على الوجه السيء، إن احنا عايزين نهتم أكتر بالمساجد بعمارتها باستقبال الزوار الجدد فيها، بأن ينضم لأسرة المسجد ناس آخرين يريدون أن يغيروا شكل حياتهم، وأن هؤلاء يخرجوا للمجتمع في صورة قوافل دعوة، في صورة مساعدات وصورة إعانة للفقراء، ويعني مسح على رأس يتيم وعيادة دور المسنين. كل هذه الأنشطة تعود لتؤثر راجل نصيحة بالحكمة والموعظة الحسنة لمن يخالف الشرع. يعني هذا مطلوب جدا بإذن الله. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. السؤال الثاني لفضيلة الشيخ شريف الهواري. نحن في مرحلة، كل مرحلة لها غالبا مفاهيم مهم أن تصل إلى الشباب، وكل مرحلة لها المفاهيم الخاصة بها غالبا. ففي هذه المرحلة الحرجة من عمر هذه الدعوة، من عمر البلاد أجمع، ما هي المفاهيم التي تراها فضيلتكم أن نركز عليها في هذه المرحلة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام والصالحات والأعمال، وبلغنا وإياكم ليلة القدر، اللهم آمين. في البداية نرحب بأخي وحبيبي فضيلة الشيخ المهندس عبد المنعم الشحات في بلده في العامرية، ونقول جزاكم الله خيرا على تلبية هذه الدعوة، وندعو الله تبارك وتعالى أن يجعلها في موازين حسناتك، وندعو الله أن تتكرر بصفتي الشخصية ونيابة عن هذه العمرية. نحن نحبك في الله جميعا ونتمنى أن تكون معنا دائما، ندعو الله عز وجل لا تحرمنا من الزيارة، جزاكم الله خيرا. أما هذا السؤال الذي سمعتم، المفاهيم التي ينبغي أن تطرح وتبسط وتعرض على الناس في هذه الأيام، لا شك كما يعني من عادتنا وأنتم تعرفون ذلك، نتكلم كثيرا عن الصراع بين الحق والباطل وعن سنة التدافع بين الحق والباطل. ومن أحوج ما تحتاجه الدعوة الآن الله تبارك وتعالى منا كأفراد وأسر ومجتمعات، أن نشعر بالمسؤولية، أن نشعر بخطورة المرحلة. فمن خلال النظر للسنن وللتاريخ ستجدون أن الباطل حينما يهزم وحينما يخسر جولة من الجولات لا ييأس ولا يقعد، بل يعمل بكل طاقته وجهده ليعاود مزاحمة أهل الحق وإبعادهم وطمس معالم الحق الذي معهم، ويبذل في سبيل ذلك كل الجهود والطاقات والأوقات بل والأموال. ولذلك ينبغي علينا في هذه المرحلة أن نشعر الجميع بالمسؤولية تجاه مصرنا الحبيبة، تجاه ديننا العظيم، تجاه دعوتنا المباركة، لننطلق ونؤدي دورنا على أكمل وجه من خلال هذا المفهوم العظيم الذي إذا نجحنا في ترسيخه وعلم الجميع أنهم مسؤولون عن هذا الدين، أنه أمانة في أعناقهم، أنهم سيوقفون ويسألون عنه وماذا قدموا له في هذه المرحلة الحرجة التي أتت بعد انتصار على بداية الطريق، لا شك ستسأل وتحاسب، ماذا قدمت لدينك في هذه المرحلة الخطيرة؟ هل كنت إيجابيا؟ هل عملت بكل طاقتك وبكل جهدك؟ وهل بذلت من مالك وقتك وجهدك؟
أم تعاملت مع الموقف بسلبية، بفوضوية، بعشوائية، بإهمال، بتواكل على الآخرين؟ هذه لا شك مرحلة حرجة وعصيبة تحتاج منا إلى بث هذا المفهوم ونشره بين الناس، لأننا أخواني إذا عملنا من خلال هذا المنطلق كلكم على ثغر من ثغور الإسلام، فليحذر كل منكم أن يؤتى الإسلام من قبل. وعملنا بحيطة وحذر وانتبهنا لما يعني يحاك لنا وما يدبر لنا، وأن الباطل لن يسكت ولن يهدأ له بال، هو يعمل وبكل طاقته كما قلنا عن طريق وسائله المشروعة والغير مشروعة بالنسبة له، يعني عن طريق إعلامه المرئي والمقروء والمسموع، وعن طريق بث يعني معاني الفساد والشهوات والأهواء وتمييع القضايا وافتعال الأزمات ووضع العراقيل والعقبات في طريقنا. لا شك إن انتبهنا سنتخطى العقبات والعراقيل، سننجح في حل الأزمات المفتعلة، سنؤدي دورنا بنجاح، سنقضي بالله تبارك وتعالى على الدولة العميقة كما يقولون، والتي تحاول جاهدة أن تعرقل مسيرة الإسلاميين إلى الأمام. لذلك لن نستطيع المواجهة ولن نستطيع الاستمرارية إلا إذا أشعرنا أنفسنا وأسرنا واجتماعاتنا بدورها في هذه المرحلة الحرجة الحساسة. أنا تتمة للسؤال الأول، يعني لا فصل أبدا بين أن نؤدي رمضان مميز، أن نصوم ونقوم ونتلو القرآن ونؤدي الأذكار ونكثر من الدعاء ونبذل من أموالنا ونفطر الصائمين، نمر على سائر الطاعات والعبادات المفروض منها والمسنون، لا تعارض بالمرة بين هذا وبين أن نتكلم في السياسة، حتى لا ندع المجال والساحة لأن اللاعبين فيها كثير كما سمعتم من الشيخ عبد المنعم جزاه الله خيرا، وإن تركنا الساحة لغيرنا نجح في تشكيل يعني وجهة الناس وأراء الناس ووجه الناس عن طريق إعلامه المرئي والمقروء والمسموع. إذن لابد أن يكون لنا دور، لأن ترك الساحة فارغة في الحقيقة خيانة للأمة في هذه المرحلة، فلا حرج ولا معارضة نجمع بين الأمرين، حتى إذا تكلمنا في السياسة تكلمنا من منطلقات شرعية من خلال ضوابط شرعية، لا نتكلم من خلال هوى أو حزبية أو عصبية ممقوتة، لا، احنا نتكلم من منطلق غير على هذا الدين والحرص على مصالحه، تقديم النافع المفيد، توجيه الناس للأحسن لهم في الدنيا والآخرة من خلال إشعارهم بالمسؤولية. ففي نظري أن هذا المفهوم لو نجحنا في ترسيخه، مفهوم الشعور بالمسؤولية، الشعور بخطورة المرحلة، أن نؤدي دورا على أكمل وجه، لا شك أن وجد هذا المفهوم باقي المفاهيم له تبع، وهي سهلة وبفضل الله تبارك وتعالى ستأتي بسهولة وبيسر. هذا يعني ما أراه، والله أعلم. جزا الله الشيخ خير الجزاء. سؤالنا القادم يعني يشمل، هو يتكلم عن الدستور، والدستور يعني أظن أنه سيدخل فيه الجانب الشرعي مع الجانب السياسي في آن واحد. نريد أن نعرف من الشيخ عبد المنعم الشحات المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية موقف الدعوة من التحديات التي تواجه كتابة الدستور، خصوصا أن الدعوة وضعت يعني كما يرى الكثيرون في بين المطرقة والسندان في هذا الموقف. بعض الناس يقولون من العلمانيين والليبراليين وغيرهم أن الدعوة متشددة وأنها يعني تريد أن تفرض على الناس أحكام الشريعة والشريعة نفسها وهكذا، وبين البعض الآخر الذي يرى أن دخول المشايخ في الجمعية التأسيسية كان خطأ لأنهم لم يستطيعوا أن يؤدوا التأثير المطلوب كما كان يتمنى يعني كثير من شباب الدعوة، فنريد توضيح لموقف الدعوة من موضوع كتابة الدستور. بالنسبة لموضوع الدستور، فالنظام الذي بني في العالم الإسلامي بعد انهيار الخلافة العثمانية ثم انهارت لصالح قوى احتلال ثم حدث تحرر من هذا الاحتلال، لكن هذا الاحتلال قبل أن يغادر بنى نظام لدولة يسموها الدولة الدستورية القانونية الحديثة.
والدستور يمثل قواعد عامة لنظام الحكم يلتزم بها ما يسمونهم بالسلطة التشريعية التي تسن القوانين، والسلطة التنفيذية اللي هي الرئيس ورئيس الوزراء والمجلس المحافظين، كل أجهزة الحكم التنفيذية والسلطة القضائية. ووضعوا لنا أول دستور وكان علماني قح سنة 1882، وبعدين دستور 1923 تحسن قليلا حينما وضعت في مادة إن الإسلام دين الدولة. دستور 71 تحسن أحسن حينما وضعت فيه إن الشريعة الإسلامية، مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع. في سنة 80 أدخل تعديل على هذه المادة يجعلها أفضل بإضافة أل إلى كلمة المصدر، فبقت مصادر مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وهذه الأل تجعل إنه ما ينفعش إن هذا هو المصدر بالتعريف، فلا يجوز الذهاب إلى غيره طالما إنه المسألة فيها حكم في هذا المصدر. ولكن كان هنا القضية التلاعب في كلمة مبادئ التي تم تفسيرها في المحكمة الدستورية بتفسيرات، في بعض الأحكام يكون التفسير جيد وفي قضايا أخرى كان التفسير بيحاول يفرق كلمة مبادئ من أو يخلي مبادئ الشريعة هي قطع الثبوت قطع الدلالة فقط، مما يهدر يعني 90% تقريبا من الأحكام الشرعية. عندما قامت الثورة شعر أعداء الشريعة، أنا بحكي ليه التاريخ ده عشان بقول هي السياسة شد وجذب، لكن العقيدة احنا عقيدتنا اللي بنقولها دائما وأبدا وجوب تطبيق شرع الله تبارك وتعالى، ونحكم بينهم بما أنزل الله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم إلى آخر هذا الخطاب المعروف. لكن هناك شد وجذب بين قوى المجتمع. القوى العلمانية ظنت أن الثورة فرصة، والناس بتقول عيش حرية كرامة إنسانية، إنها قضية الشريعة غائبة والشعارات دي هي اللي في القلب وهي اللي المتصدرة، فقالوا عشان بقى الحرية والمساواة نشيل المادة الثانية من الدستور المصري، إنها مادة تمييزية وتميز بين بعض المصريين ونحو ذلك. في الوقت ده رغم ان في فصائل إسلامية يعني كانت أكثر إيجابية في المشاركة في الثورة، إلا أنها لم تحرك ساكنا أمام هذه القضية. الدعوة السلفية تحركت في حملة تحت شعار لا مساس بالمادة الثانية، لأن وجدنا أنهم عايزين يحذفوها أو يعدلوها أو يرجع بظهرهم. شوف التعديل اللي بقوله لك ده 1883 كانش فيه ذكر للإسلام خالص، 23 فيه ذكر الإسلام كدين دون الشريعة، 71 مبادئ الشريعة مصدر، 80 مبادئ الشريعة المصدر. احنا نتمنى اللي جاية نشيل المبادئ، لكن هما في الوقت ده قال لك ايه، طب نرجع بظهرنا شوية. حد قال نرجع زمان خالص الدولة لدينا لها، يعني ايه نرجع ل 1883؟ يعني نرجع للاحتلال الانجليزي تقريبا، كده هو ده المعنى الحقيقي للي هم بيطالبوا بيه. ناس قالوا لا نرجعوا ل 23 احتلال انجليزي برضه، ان ايه ان الاسلام دين الدولة فقط. ناس قال طب نرجعوا ل 71 ونشيل قال اللي اتضافت في 80، فاحنا قلنا لا مساس بالمادة التانية. طيب لا مساس بالمادة التانية ده مطالبنا في الدستور، مطالبنا العامة تحكيم شرع الله تبارك وتعالى. ما دخلنا في السياسة بفضل الله تبارك وتعالى أولا، ثم بفضل ما ذكرته أنا من أن احنا عندنا مساجد أثرت في المجتمع، والناس اللي في المجتمع دول احتضنوا الفكرة وراحوا حموها في صناديق الانتخاب، فبقى عندنا فرصة نقول لا احنا مش لا مساس للمادة التانية، ده كده لا يناسب ال 75% اللي الطار الاسلامي خدها، ده احنا عايزين المادة التانية اجود مما كانت. العلمانيين هاجوا، احنا
واجهناهم بفضل الله تبارك تعالى بالحجة داخل الهيئة التأسيسية وبراها وفي الإعلام. المشكلة الرئيسية تكمن أن في اجتهاد لإخواننا في الإخوان إنها لو بقت كما هي ده فتح مبين، لأن هو بيستصحب برضه أيام الثورة لما كانوا هم إيه على الأقل هيشيلوا منها أقل، وكان أو هيرجعونا يعني ال 71 بالتعبير بقى التواريخ، وكان في تقريبا قبول من معظم الحركات الإسلامية. الأزهر بيقولوا مالها المادة كده، ما احنا برضو ده حلو قوي ده كانوا عايزين يشيلوها. ده الأزهر هم ضغطوا عليه في وثيقته خلاها المبادئ الكلية مش المبادئ بس كمان، فقالوا خلاص طب يا اخوانا يا معشر السلفين احنا ايه حذفنا الكلية وكده حلو. احنا بنضغط على مستوى المناقشة والمناظرة، وان شاء الله اولا بقائها كما هي يعني هيحتاج جهود شوية في تجويدها بمسارات اخرى غير الدستور، لكن هي ان شاء الله سوف تكون على الاقل مشفوعة بان الذي يختص بتفسير المبادئ هو الازهر. طب تقول لي واستفدنا ايه؟ لا استفدنا ان احنا موثقين تعريف في الازهر للمبادئ، مش قطع السبوت قطع الدلاله. قطع السبوت قطع الدلاله مع الالتزام بقواعد الاجتهاد المعتبر والمذاهب الفقهيه المعتبره عند اهل السنه في المسائل الظنيه. يبقى كده تفسير مطلوب، لا يعني مقبول جدا. فاحنا المعركة الآن يعني في صياغة هذه المادة ان احنا لو اصروا على بقاء مبادئ، وده واضح لان برضو انت مش العلمانيين بس دلوقتي، ده معظم القوى الاسلامية بتقول نمرر كلمة مبادئ. يعني الفصيل الاسلامي الرئيسي معاك على الساحة زائد الازهر، احنا بنقول لهم طب كيف تقبلون مبادئ والقوم يريدون أن يفسرونها تفسير يفرغ الشريعة من معناها؟ قالوا لا مبادئ عندنا تعريفها كذا كذا كذا. إذن فلتكن مبادئ بهذا التعريف. وما زالت المعركة مستمرة، وإن شاء الله يعني بإذن الله ستكون المادة إما تحذف مبادئ، وده تقريبا بقى صعب قوي في ظل أن اللي رافضين لحذف كلمة مبادئ العلمانيون ومعظم الإسلاميين أو كل الإسلاميين عدد السلفيين والأزهر أيضا رافض لحذف كلمة مبادئ، ففي المقابل سيكون بقائها مشفوعا بالتفسير. بنحاول نجود ما نستطيع تجويده من مواد، يعني بنحاول يعني من باب معرفة الفضل لأهله نقول رجل رغم أنه مش سلفي، يعني سواقف وقفة رجل قوية جدا الدكتور محمد عمارة جزاه الله خيرا، استطاع اخواننا في التأسيسية بالتعاون مع الدكتور عمارة تبقى المادة الاولى مصر دولة ديمقراطية شورية مش ديمقراطية بس. تفرق ايه الشورى دي بتاعتنا؟ تعرفها لما حد يدور عليها هيروح يجيبها في مراجعنا احنا، فما فيهاش بقى الكلام اللي لما بنيجي نسالهم على الديمقراطيه او يجوا هم يسالونا بقى انتوا ليه معترضين على الديمقراطيه، نقول له لانها تبيح للمشرع او لما يسمونه المشرع المجلس التشريعي ان يشرع ما يخالف الشريعه. لا لا لا، هو في مسلم هيعمل كده، دي بقى اللي اسمها الشورى. يعني اذا عباره الشورى يعني دي اضافه في الماده الاولى، اضافه لها معنى مؤثر في معركة حولها برضه. بنحاول المادة الثالثة نقول بدل السيادة للشعب نقول السيادة لله، وقد جعل السلطة للشعب في مراقبة واختيار الحكام. لكن فرقت ايه يعني؟ نحن معشر الملتزمين بدين الله بنرى الأدب في اللفظ مطلوب، ان يعني الخطيب الذي جمع بين الله ورسوله قال ومن يطع الله
ورسوله فقد اهتدى، ومن يعصيهما فقد غوى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بئس خطيب القوم، أنت أجعلتني لله ندا. الخطيب لا يقصد أبدا هذا الأمر، ولكن بنتعلم من كده أن أولى ما يطلب فيه الأدب، الأدب مع الله. وهذا شيء مهم جدا نتعلمه، أن كثير من الناس تيجي تنبهه لفظ معين في سوء أدب مع الله، يقول لك الإيمان في القلب. هو أنت الأب لو ابنه جه قال له: أنت يا راجل أنت بتعمل كده ليه مثلا، ولا أي لفظ من اللي هو يعني في متعدي حدود الأبوة، هيقول له أنا احترام الأب في القلب، ولا الأب هيرضى بكده؟ لا، لازم الاحترام يظهر في الجوارح. فكيف بالأدب مع الله؟ اشمعنى الأدب مع الله اللي هتخليه في القلب وملوش أثر على الجوارح؟ ما هو اللي في القلب يبقى له أثر على الجوارح. وإلا الأدب مع الأب ومع المعلم، وزمان كان مع الرئيس، دلوقتي مع الرئيس بقت قلة أدب، معرفش ليه. يعني هو كان زمان الأدب مع الرئيس مطلوب جدا طبعا، لكن دلوقتي لأن القوم يعني إيه يكيلون مش بمكيالين، بعشرات المكاييل. لكن احنا بنقول الأدب بصفة عامة مطلوب أن يكون في القلب ويظهر على الجوارح، وأهم الأدب مع الله. فما تقوليش السيادة للشعب ليه؟ طيب ده هم عندهم بره ما لا, لا 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 يعظمون شعائر الله. أنت مش عايز تقول الشعب هو اللي بيختار الحاكم وهو اللي بيراقبه، هقولها لك بس بعبارة مستقيمة شرعا، لأن أنا عندي في الشرع الحديث صريح: إنما السيد الله. والقرآن ألا له الخلق والأمر. فقدر الإمكان بنحاول تجويد العبارات. عايز أقول لك إنه حتى لو إنه إحنا قلنا قول السيادة لله، وحد قال هي مفهومة من السياق، وبعد التصويت ما تحطتش، كونها اتحطت في المناقشة مرفقة، ده في حد ذاته فائدة، دعوة للقاعدين ودعوة للأجيال القادمة ومعذرة إلى الله تبارك وتعالى. ويبقى كل يقرأ هذه المادة بعد ذلك يتذكر أن هناك قوم قيل عنهم متشددون، لكن هو فعلا لما يتأمل سيجد. وأنا بتابع حتى تعليقات الشباب على النت الغير ملتزم، بيقولوا آه والله يا أخواننا ما الناس عندهم حق، الناس بيقولوا السيادة لله وإحنا كلنا مقتنعين أن السيادة لله. يكفي أن تحرك هذه المفاهيم. وفي النهاية خد بالك احنا مش هنوافق يعني على ما يخالف الشرع، هنثبت هذا التحفظ، يعني اثباته يحصل به البراءة باذن الله. تركت بمناسبة يعني قول الشيخ عن قلة الأدب مع الرئيس، أتى لنا مع ونحن نجمع الأسئلة سؤال عبر الإيميل، عبارة عن فيديو يعني انتشر في الأونة الأخيرة عن مقطع نشره التلفزيون الإسرائيلي في بعض الإهانة للرئيس محمد مرسي. سنعرض الفيديو على الإخوة، لكن قبل أن نعرضه هنحاول نشرح الفيديو عشان المشايخ هيعلقوا والصورة مش هتظهر لهم. يعني الفيديو عبارة عن أطفال يبنون على الرمال ما يشبه الهيكل، هيكل سليمان، ثم يأتي رجل، يعني هم أتوا برجل، فالرجل ده جه وكان معاه جريدة، فألقى الجريدة، لما شاف الهيكل ألقى الجريدة على الهيكل وكان فيها صورة الرئيس محمد مرسي، وكأن مفهوم الكلام أنه جه رئيس إسلامي ما جاش رئيس إسلامي، خطط إسرائيل يعني مستمرة ومنطلقة. احنا هنعرض الفيديو على الإخوة ثم نطلب من المشايخ التعليق.
يعني كما ترون أيها الإخوة كان هذا هو المشهد، وهذا يعني ما فعله الأولاد بالرمال هو ما يرمز عندهم لهيكل سليمان. وبعدين الجملة الأخيرة The children is ready، يعني الأطفال أطفالنا مستعدون. فنطلب من المشايخ التعليق. خلص. هو برضو أنا معظم إجاباتي هتكون صادمة يعني النهاردة. أنا معجب جدا بالفكرة اللي وراء هذا الفيديو، إن حد أنا يعني حط نفسك مكان اللي عمل الفيديو ده، واحد شاعر بأن في روح يأس بتتسرب وأمل كبير لأمته بيضيع، أو الناس بدأت تحس الربيع العربي يأتي بالإسلاميين، فهو بذكائه الذي استعمله فيما يضره فكر فكرة يعني مؤثرة جدا إعلاميا زي ما شفته، بتدغدغ المشاعر وتقول الأمل باقي. وإيه يعني يتأخر جيل؟ هو خد بالك بيقول الجيل ده دلوقتي خلاص. كان الشرق الأوسط الكبير لو تفتكروا، أو كان 97 باين دولة إسرائيل الكبرى اللي كنا احنا شبه ان ده خلاص يعني ايه، احنا صدقنا انه واقع كأنه قرآن والعياذ بالله. هما بيصدروا لنا اليأس. ما حصلتش في 97، عملوا ايه؟ قالوا خلي إسرائيل الكبرى هيمنة اقتصادية عشان ما يبقوش اسمهم فشلوا، واتكلموا على الشرق الأوسط الكبير. الآن الشرق الأوسط الكبير اللي بيقولوا عليه قامت فيه ثورات الربيع العربي، فهو بيشعر ان يأس بيتسرب وأمل بيضيع. مفيش بقى اعتبارات لا لسياسة خارجية ولا لضغوط، وما عندوش إعلام زي اللي عندنا، ما عندوش إعلام بيعمل لضد مصالح أمته عشان ده. ومع ذلك هو شاعر إن في أزمة نفسية بسرعة بيعالجها، وبيعالجها بالوقاحة المشهورة عندهم، يعني ما حاولش يتجمل، ما حاولش يراعي لو عمال يقولوا نتمنى أن مصر تلتزم بما اتفقت عليه إلى آخره. بس في النهاية بيقول الجيل ده ما أتمش الفكرة، في جيل تاني بيتربى على الفكرة وبيرسمها على الرمال وهو بيلعب. يا ترى احنا، واحنا شوف هم يهود وهم وهم وهم، مع مش هنرمي صورهم في الارض يعني، مش احنا بس، انا عايز اخد الجزء بتاع نقدر ندي رسالة ان ما عندناش فكرة بتموت. نقدر نقول بدل ما الاعلام بيحاسبنا على هل في نواياكم يوما ما ان الخلافة ترجع، ده هو بيقول لك ايه، انتوا بقى بتوع الخلافة واحنا دولة قطرية لها حدود دستورة، تقول له ماشي يا عم، انا مشروعي كل دولة مسلمة تصلح نفسها داخليا تلتزم بحدودها، لكن عندي امل زي ما في اتحاد اوروبي النهاردة بيطلع بعد حربين عالميتين بينهم وبين بعض، بيقربوا يقربوا يقربوا وعينهم على الولايات المتحدة اللي سبقتهم، وبقت في اتحاد فيدرالي بين ولاياتها، هم عايزين يوصلوا المرحلة دي. بقول له انا عندي وعد نبوي ان الخلافة هترجع، وانا ما اعرفش هترجع ازاي، بس انا بقول اللي نقدر نعمله كل بلد. مش انت عايز مني ايه قبل ما ادخل السياسة؟ حد داخل مرشح للرئاسة بيقول انا ملتزم بحدود جمهورية مصر العربية، مرشح للبرلمان، لكن بيقول انا اتمنى يجي اليوم اللي يبقى فيه اتحاد الجمهوريات الاسلامية. يقول لك ما هي الخلاف، الحقوا دول بتوع الخلاف الحقوا. انا بقول هل نقدر نقول مفيش امل بيضيع، مفيش فكرة بتتمسح باستيكة، ونقول لكل اخواننا العاملين في الحركة الاسلامية اللي تعجز عنه النهاردة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن حذاري إنك تشطبه من القاموس، حذاري إنك تشطبه
من الدليل اللي هتسلمه للأجيال اللي جاية. شوف انت آلة فيها جزء بايظ مش لاقي له قطع غيار، هتستحملها على عيبها، لكن تجيب الكتالوج وتشطب الجزء ده منها وتسلمه للي بعد منك اللي يمكن ربنا ييسر لو يلاقي الجزء ده ويصلحه وتعود الآلة إلى طاقتها الحقيقية. ممنوع اللعب في الكتالوج، ممنوع اللعب في الدليل، ممنوع شطب حاجة من المنهج بما في ذلك الآمال اللي احنا مش بنيناها من أوهامنا، الآمال اللي بناء على وعود نبوية. في الواقع الراجل ده من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هو فعلا ذكي جدا، مهموم جدا بهموم أمته في الباطل. عايزين ناخد منه عظة وعبرة في ازاي ان مفيش امل بيضيع، مفيش حاجة بتتشطب، واللي يعجز عنه الجيل ده اهم حاجة يحط تحتها 10 خطوط حمراء في الدليل اللي بيسلمه للجيل اللي بعده الحاجات اللي هو عجز عنها. يقول له خد بالك ما تبصش للواقع بتاعي وتقول انا عايز احافظ عليه، ده الدليل فيه حاجات تانية ما قدرناش نعملها. انت مش دورك تحافظ بس على الموجود، دورك تدور على الناقص ده وتكمله. طبعا يعني ده الشق اللي احنا عايزين نهتم باخذ العظة والعبرة منه، لكن الوقاحة اللي في الاعلان مش جديدة على اليهود. يمكن الشيخ شريف يعني يديهم كلمتين يستحقوهم عليها يعني. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني أنا في الحقيقة أرى أن هذا المشهد الذي شاهدناه جميعا يرشدنا إلى معنى مهم، أن الحرب حرب عقائدية، وأن اليهود يحاربوننا من منطلق عقائدي، وأن القوم عندنا من المنافقين العلمانيين والليبراليين يحاولون أن يوعدوا العقيدة عن قيادة الأمة في هذه الحرب. الرجل بلا حياء وبلا مواربة شكل أمامكم عن طريق الأطفال هيكل سليمان، له مغزى وله معنى وانطلاقة وهو هدف يخططون الوصول إليه على انقاذ هذه الأمة، ولكن هيهات هيهات. أنا في نظري أنه قدم لنا خدمة عظيمة جدا من حيث لا يدري، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هذا المشهد ينبغي أن ننطلق نحن من خلاله ونبث في الأمة أن الحرب حرب عقائدية. هم أشاروا في هذا المشهد أن الانطلاقة إلى هيكل سليمان كهدف أسمى لهم، ولابد من التخطيط والمواصلة وتربية الأجيال، هؤلاء أطفال الذين كانوا أمامنا الآن، ولكنهم يقولون إن فاتت الفرصة في هذه المرة أو في مرة قادمة فنحن نتواصل مع أجيالنا ونربي أبناءنا على مواصلة المسير الوصول إلى هيكل سليمان على انقاذ هذه الأمة. هم يحلمون بذلك. أنا في نظري خدمة جليلة قدموها لنا أن نشعر بالمسؤولية كما قلنا في المفهوم الأساسي لانطلاقتنا، وأن نشعر بالخطر، وأن نوقن أن أبناءنا هم المستقبل القريب الذي نتمنى أن يكون على يديه النصر والتمكين الحقيقي، أن يكون على يديه أسلمت مصر بكل معاني الكلمة. ولذلك هم ذكرون بمعنى ندعو الله عز وجل أن تهتموا به، أن ننظر إلى المسجد كما نظرهم إلى هيكل سليمان، وأن نفعل دور المسجد، وأن نقول أن الأمة لن تعود لسابق عهدها وعزها ومجدها إلا إذا فعلت دور المسجد، وأصبح هو المقر الرئيسي لقيادة الأمة سياسيا وعسكريا واقتصاديا واجتماعيا، لأنه هو الذي سيحافظ لنا على العقيدة وعلى الشريعة وعلى يعني أخلاقياتنا وسلوكياتنا وعملاتنا
هو الذي سيعلمنا كيف نؤدي الواجبات والحقوق، هو الذي سيربي لنا هؤلاء الأبناء المستقبل القريب، قادة المستقبل. لو أن الأمة عادت إلى المسجد ونجحت في تفعيل دور المسجد واهتمت بتربية نشئها التربية الصحيحة لردت على مثل هذا المشهد اليهودي بكل وضوح عبارة كما يقولون. كما أنتم تربون وتعدون العدة للوصول إلى هيكل سليمان على أنقاضنا، نحن على يقين أن النصر لنا إذا عدنا إلى ربنا وإذا عملنا بكتاب ربنا وبسنة نبينا، ومن خلال مساجدنا سنربي أبناءنا على عقيدتنا التي ندين بها الله عز وجل حتى يعظموا هذه الشريعة ويترجموها في أرض الواقع ويبددوا أحلامكم التي لن تتحقق بإذن الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل وعدنا بالنصر والتمكين إن نحن عدنا إليه. فيا ليتنا ننطلق من هذا المشهد نقوم بعرض معناه على الناس ونقول انظروا نحن في وادي وهم في واد آخر. الحرب حرب عقائدية، وإعلام الباطل المقروء والمرء والمسموع يحاول أن ينسينا هذا المعنى ويتهمنا بالتشدد والتخلف والرجعية والتنطع حينما نقول أن الحرب حرب عقائدية. يقول لك أنتم بتقولوا إيه؟ ومين بيقول كده؟ أهو المشهد واضح، يربون أطفالهم على هذا المعنى المهم. حتى وإن وصل الإسلاميون إلى الحكم في مصر أهم دولة يعني في الشرق الأوسط بالنسبة للصراع، فنحن ماضون في الوصول إلى هدفنا إلى هيكل سليمان، ونحن نربي أبناءنا على معتقدنا هذا. اصنعوا ما شئتم، لذلك تحركوا وتكلموا. وفي ذات الوقت نقول لليهود يعني إن كان ولابد من كلمة، يعني خبتم وخسرتم ولن تصلوا بإذن الله تبارك وتعالى لأهدافكم، لأن الله أخبرنا عنكم وعن يعني أحوالكم وعن صراعنا معكم، ومتى ننتصر ونرتقي عليكم بإذن الله تبارك وتعالى، ومتى تسلطون علينا. هذا لا يكون إلا بذنوبنا وبمعصينا وبوعدنا عن ديننا كتاب ربنا عن سنة نبينا. ولكن إذا نجحنا كما قال الشيخ المنعم في تربية الفرد والمجتمع بمعنى أصح فعلنا دور المسجد الذي ركزت عليه، سننطلق بإذن الله تبارك وتعالى انطلاقة عظيمة جدا تبدد كل هذه الأحلام وتوصلنا إلى النصر المنشود بإذن الله تبارك وتعالى. فلا عليكم، فلا تيأسوا من مثل هذه الصورة، بل اعتبروها نقطة يعني انطلاقة أو نقطة تحول كما في اللوحة من خلفنا، ولتكن نقطة تحول إلى الأحسن إلى الأعظم إلى الأكثر جهدا وعملا ونشاطا وسعيا للوصول إلى أحسن نتائج بإذن الله تبارك وتعالى. نعم. يعني أظن أننا بعد هذه الكلمات نحتاج أن نقول أن أطفالنا وشبابنا أيضا مستعدون، لكن فلنجعلها بإذن الله عز وجل بالعمل وبالجهد. السؤال الأخير قبل أن ننتقل إلى أسئلة الإخوة لفضيلة الشيخ عبد المنعم الشحات، أنه في انتخابات الشعب القادمة التي ستتم بعد كتابة الدستور، السائل يقول هل سيحدث تغيير في خريطة النسب والتكتلات التي حصلت عليها الأحزاب، خصوصا بعد ظهور أحزاب جديدة مزمع إنشاؤها يعني في الوقت القادم؟ يعني أنا لا أميل في الغالب إلى الإجابة على الأسئلة اللي فيها توقعات وتخمينات، فنقول يعني دعوا الواقع يغنينا عن التوقع. ولكن عادة يعني يكون الكلام على آمال، ويعني نحن نأمل بناء على ما ذكرت في أننا بمقدار جهودنا في إصلاح الفرد بينشأ عدد من الأفراد يكونوا وحدات عاملة في مساجد منتشرة جغرافيا تغير وجه المجتمع، ومن ثم يحدث تأثير في الدولة جزء منه عن طريق صناديق الانتخاب التي توصل من يريدون أن يكون الحياة وفق شرع الله تبارك وتعالى.
فأنا آمل أن يكون عدد المؤيدين أكثر، وهذه الآمال يعني ينبغي أن تكون بالقدر الذي يحرك. فنحن لدينا أمل، أمل في كل هذه المراحل التي نتحدث عليها من مراحل الإصلاح، ومن ثم فأنا أتمنى أن نتفق جميعا على أن يكون آمالنا أن التيار الإسلامي ككل نسبته ترتفع ولا تقل، وأن حصتنا داخل التيار الإسلامي طالما أن احنا يعني نرى أن داخل التيار الإسلامي نحن نتبنى منهج نجتهد ونأمل أن يكون فيه الخير إن شاء الله تعالى، فنتمنى أن تكون نسبتنا داخل النسبة التي سيحصل عليها التيار الإسلامي ككل أفضل من المرة السابقة. جزاكم الله خيرا. الآن نبدأ في استقبال أسئلة الإخوة الذين يرغبون في الأسئلة. الأخ اللي عايز يسأل سؤال يرفع إيده. احنا طبعا مش هنقول أي أسئلة جات لنا في الورق، لأن احنا بنطلب الإخوة إن هم يطلعوا يقولوا السؤال يعني. مش شرط شخص. الأخ اللي هيسأل هيجي يسأل هنا على المنصة. هيقول هو هيوجه سؤاله لمين و ما الشيخ بيقول اسئله الشيخ عبد المنعم بس. هو السؤالين للشيخ عبد المنعم. السؤال الاول، احنا دخلنا البرلمان بشعار الهويه والدوله العصريه مع كل ايادي المصريه. اعتقد ان احنا قضيه الهويه احنا حملناها، لكن مشروع الدوله العصريه ما كانش عندنا رؤيه واضحه ليه. القضية الثانية ان احنا كنا داخلين البرلمان ما كانش عندنا اجندة تشريعية واضحة، ما كانش عندنا رؤية تنموية لمصر كلها، او ما كانتش واضحة، حتى لو كانت موجودة ما ظهرتش للناس وما كانتش واضحة. النقطة الثانية، وجهة نظر الدعوة السلفية في الدكتور محمد مرسي، حتى انا عندي اعتقاد ان بعض الائمة ظهروا يعني دعا بيقول الله موفق ولي امرنا الدكتور محمد مرسي. لحد يعني انا شايف ان المفروض وجهة نظرنا نحو الرئيس نفسها تتغير، ان هو الرئيس ده عبارة عن موظف يقضي مهمته ويرحل يجي غيره. لكن لو ورثنا ميراث مبارك ان هو ولي الامر وان هو ما الى خلاف الرئيس الاب والحاجات دي، اعتقد انها تبقى مؤثره شويه. فعاوز طريق حضرتك على النقطتين دول. جزاك الله خير. هو بالنسبه لل يعني الخطه التنمويه لنا في الانتخابات البرلمانيه، ما اظنش البرلمان اصلا قعد فتره عشان تتضح له اجنده تشريعيه، مع انه اشتغل، خد بالك البرلمان بيشتغل في المصاريف. سن القوانين ومراقبه اداء الحكومه. في ظل عدم وجود محليات، مراقبه اداء الحكومه ده بيزيد قوي، وبيتحول الى كمان عدد كبير من الشكاوى الخاصه والفرديه والمطالب الفئويه اللي تعتبر عبء على كاهل البرنامج. في فيديو على اليوتيوب لو تعملوا سيرش عليه اللي بيتابع، عن موظفه في امانه لجنه الشكاوى والمقترحات اللي بيرقصها الدكتور طلعت مرزوق، وهو كان مرشح عن الدايره الثانيه في اسكندريه، يعني اللي العمريه جزء منها. هو رئيس لجنه الاقتراحات والشكاوى في مجلس الشعب. فهي كانت نازلة في ميدان التحرير في أحد المظاهرات وبيسألوها، فبتقول لهم احنا أول مرة نشعر إن أموالنا حلال كموظفات يعني. في مجلس الشعب في آلاف الموظفين المعينين اللي مالهمش دعوة بالأعضاء، بيعملوا الحضور والانصراف ويبيضوا الجلسات ويطبعوها ويوزعوها على الأعضاء وكده. تقول احنا كنا في السابق اللجنة اجتماعها ما بيكملش 3-4 ساعات، ويتم التوقيع في ال3-4 ساعات دول ان هم 4-5 جلسات، بينما دول بيقعدوا بال12 ساعة متصلة ويوقعوا انها جلسة واحدة ويشقونا وراهم في الشغل وعملوا دراسات وموجود. هذه موظفة يعني بتقول الفرق بين هذا وذاك. طبعا لجنة الاقتراحات والشكاوى
يعني تتكلم على تثبيت عمالة مؤقتة ومش عارف حاجات كلها ما بنتش كشغل عام، لكن اللجنة طحنت شغل في حاجات زي دي في مثلا. ومع ذلك حتى مسار سن القوانين ظهر في قانون الثانوية العامة الجديد، لكن الفترة قصيرة جدا مليئة بالمطالب الفئوية مليئة بالمشاكل الفردية. البرلمان يوم ما انعقد كان في مذبحة بورسعيد، يعني ما بين هو عايز يحقق في مجازر الثورة كلها والتعويضات وكذا وكذا، وطبعا رفعوا التعويضات لضحايا الثورة ومصابي الثورة ونحو ذلك. فما نقدرش نقول ان البرلمان ادى كل ما عليه، لكن في ظل ظروف صعبة جدا على الاقل الناس كانت بتصل الليل بالنهار. هل الامر كان يحتاج تنظيم جهد شوية؟ والله دلوقتي انت لما بتيجي تشغل الشريط وانت قاعد، يعني انا قاعد على هذا الكرسي معكم، اقول كان قدر من تنظيم الجهد وشوية قوانين على اتوازن يعني. لكن تيجي تقول هل ده كان ممكن في ظل الضغوط العالية قوي؟ ما هو برضو ما كانتش يعني انت كل الجوانب في قوانين كتيرة مطلوبة تطلع وفي شكاوى كتير مفروض يتحقق فيها، طب اعمل دي ولا اعمل دي؟ نفس اللي بيحصل مع الرئيس دلوقتي، لكن كده اللي بيحصل مع الرئيس باين شوية قدام الناس، اللي بيحصل مع البنك كان اشد بكتير جدا، ان كم مطالب ضخمة في وقت واحد والناس بيصلوا الليل بالنهار، وبعدين بيتقارنوا بناس. انت تخيل ما يبقى رئيس مثلا الان بقاله 30 يوم يقارنوا بواحد كان بقاله 30 سنة، يعني يقول ده عمل ايه وده عمل ايه. اخوانا ده، طب اللي بيسأل ده يعني نازل بباراشوت على البلد، ما اشتغلش في حياته اي شغلانة، ما اتنقلش من قسم لقسم جوه شركته ان كان له شركة ولا جوه جريدته ان كان صحفي، وشاف هو كشخص اخد قد ايه لما ترقى من وظيفة لوظيفة، مع انه جوه المؤسسة قعد قد ايه يتفرج ويتأمل عشان يعرف هيمد ايده ازاي. انت النهاردة بيعدوا بالايام على حد، لو في ظروف طبيعية كان يمكن في برضو بلاد برة اللي مستقر فيها مبدأ ان رئيس يعني بيخلص مدته والتاني بينجح او كده، بيبقى المرشح له مساعدينه له طقم الرئاسه الكامل اللي شغال. يعني النهارده انتخابات رئاسيه خلصت، فلان نجح، مين ناوي نفسه بعد 4 سنين؟ فلان وفلان، كل واحد منهم بيكون مساعديه، ودول بيقعدوا طول ال4 سنين يدرسوا البلد ماشيه ازاي، في شفافيه انه لما يروح بمجرد صفته ان هو رئيس حزب او عضو مش عارف قيادي في حزب ما، يعرف ياخد مستندات وبيانات ويقول والله الراجل ده زود الضرائب بس ده غلط انا هبقى اقللها، جاي داخل هو عارف يعني بيشاهد تماما، زي بالظبط اللاعب الاحتياطي في الملعب اللي قاعد شايف الماتش كويس جدا، وبعدين المدرب بينزله يقول له لا معلش ان عندي خلل في الدفاع فانزل انا هسحب مهاجم وانزل مدافع، فنزل وعارف يعمل ايه. وبين واحد جابوه من بيتهم قال له انزل الماتش ده ان انتوا مغلوبين 10-0 ومطلوب منك تعمل شيء ما لانقاذ امر ما في هذه المباراه اللي مش معروف انت فيها في الدقيقه الكام ولا في الشوط الكام ولا فريقك لابسين احمر ولا ازرق ولا مين ضد مين كده يعني. فهو في فرق كبير يعني بين الامرين. فيعني الامور مختلفة تماما. احنا يعني بندعم الدكتور محمد مرسي بكل ما اوتينا من قوة، يعني احنا يعني كاسلاميين اتعودنا ان احنا نقول حتى الحاجات الدنيوية حتى الاكل والشرب لو تعرف تلاقي فيه نية صالحة عشان تؤجر عليه يبقى يعني ما تضيعش على نفسك الفرصة دي. احنا بنقول يعني احنا بنرى ان مصلحة المسلمين في ان ندعم ذلك الرجل، فبندعمه بكل ما نستطيع من قوى يعني ديانة لله تبارك وتعالى. يمكن البعض بيتكلم بلغة الوطنية والقومية، والبعض بقى بيتكلم بلغة المصلحة الشخصية المحضة اللي فيها انا اسقط الراجل ده عشان اجي مكانه او عشان
أو في من هو أسوأ اللي بيتكلم بلغة إفشال المشروع الإسلامي عشان يجي مكانه مشروع علماني. لكن بنحذر السؤال الثاني إن إحنا في سبيل هذا نكرس معاني شرعية غير صحيحة فنقول عليه ولي أمر بالمعايير. ما هو يعني أي رئيس، يعني ده رئيس حي هو ولي أمر هذا الحي فيما يوكل إليه من مهام. فالكلام مش المعنى اللغوي لكلمة ولي أمر، لكن الكلام الإسقاط الشرعي ولي الأمر شرعا عندنا بيبقى إمام مجتهد شروطه من الأول، تجيب واحد مجتهد في الشرع عدل في دينه ذي نجدة وكفاية، ثم هو وكيل عن الأمة في كل فروض الكفايات، هو اللي بيجيب أهل الحل والعقد اللي هي ما يكافئ مجالس التشريع الآن، هو اللي بيعين القضاء. فأنت تقول لي ولي أمر ينصحب عليها كلام كتير، لكن هو رئيس تولى بعقد ما. ممكن الانتخابات كانت تكة وتجيب واحد غيره عكسه تماما، بس كان هيجي بنفس الايه؟ بنفس العقد. طب انا هخليه ولي امر النهارده، ولو لا قدر الله يعني في الانتخابات اللي جايه جالي سين من الناس، هسحب عنه الولايه دي كده لمجرد ان هو اسمه فلان، ولا مجرد، ولا هعمل ايه طيب؟ فأنا بقول إحنا بنقول الرئاسة الآن عقد له شروطه وله واجباته، حتى كلمة طاعة ولاة الأمور الآن المؤسسة اللي بتطلع قوانين هي مجلس الشعب مش الرئاسة. الرئيس ينفذ، ولكن معاونة والطاعة في المعروف في القدر المخول له قانونا. أنا عندي دلوقتي هذا النظام، في رئيس له شروط وله واجبات وله صلاحيات وبيقعد 4 سنين ويتلغى إلى غير ذلك. فلما جت انتخابات تأتي برئيس دعمنا من نراه أقرب الناس إلى الخير، ولما وصلوا بقى رئيس محتاجين ندعمه ضد اللي عايزين يسقطوه. لا، حتى لو احنا بنختلف مع هذا الرئيس في بعض الأمور، لأن اللي عايزين يسقطوه هو في الواقع عايزين يفسدوا على الناس دينهم ودنياهم الاثنين. يعني احنا عندنا أسوأ اختيار في الدنيا، يعني في بلاد بيحققوا رفاهية دنيوية على حساب الدين. احنا عندنا خصومنا عايزين يعني يفسدوا علينا ديننا وياكلوا قوتنا الاثنين مع بعض. فالقضية انه احنا بمقتضى العقد الذي تولى هو به، نحن نراه هو رجل صالح بيوفي بذلك العقد وبيحاول قدر الإمكان في حدود صلاحياته. أنا ما أقدرش النهاردة أقول له تعالى الحقني اللجنة التأسيسية عايزين يسيبوا مبادئ أو عايزين يشيلوا كذا، هو هيقول له أنا مالي، ما مش من صلاحياتي. فأنا في حدود العقد الذي تولى هو به وحدود صلاحياته شايفينه بيبذل أقصى ما يستطيع من أجل إصلاح الدين على قدر ما تعطيه صلاحياته وإصلاح الدنيا، وهذا الجزء الأكبر في العقد الرئاسة الآن. وبالتالي نحن ينبغي علينا أن نعاونه من هذا المنطلق، ولكن التهور الشرعي إن احنا نسميه ولي أمر. طب لو نجح واحد تاني، طب واحد ما هوش من التيار الإسلامي، طب واحد من الفلول، طب الرئيس هو الرئيس، ولكن هناك رئيس صالح ورئيس فاسد. نحن عندما ندعم في الانتخابات بندعم أصلح من نجد، وعندما يوجد الصالح، ما هو الفاسد لما بينجح ولا لما بيزور، لما كان بيزور بيبقى رئيس غصب عن الجميع، لكن انت تبقاش منشغل انك تدعمه، بيدعمه عصابته وبتحاول تعترض بقدر الإمكان وبما لا يحدث مفسدة. الرئيس الصالح انت بتحاول تدعمه، وبرضه قد يصل الامر انك تعترض عندما يخالف، ولكن بتراعي ان في الجملة حاله الصلاح، وبالتالي قبل ما تعترض علنا وارد تبحث انك توصل له وتنصحه يعني سرا. طب نصحته لقيته متردد، زي مسألة مثلا
النائب النصراني أو كهنة، له إيه المانع يبقى مستشار؟ وقد يكون هو حينفذ كده غالبا، فأنت بتثبت أن والله نحن نصحنا بأن يكون الأمر كذا. فهذا هو الإطار الذي لا يكون فيه إفراط ولا تفريط بإذن الله. ماشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال الموجه لفضيلة الشيخ عبد المنعم. فضيلة الشيخ، نحن معشر السلفيين على الوجه الخاص والأمة على الوجه العام نواجه تحدي عظيم جدا في مسألة تحرير المفاهيم. هذه المفاهيم التي تندثر في هذه الأيام بين صخرة الثبات على الحق وأمواج تطوير الوسائل، فنرجو من فضيلتك أن تضع لنا خطة عمل تحرير مفاهيم الأمة خاصة عند الشباب، لأن هذا الأمر يندثر يوم بعد يوم. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. ولكن يعني هو طبعا وضع خطة وكلام من ده، كنا بنخاف من المصطلحات دي زمان، لأنه تقول خطة عمل وتطوير، فهو بس كان في بعض الناس كلمة خطة دي في حد ذاتها بتقوم عاملة مشكلة. يمسك الورقة على مكتبك مثلا في أي، يكون جاي يشرب معاك شاي الساعة 3 بالليل ولا حاجة، يلاقي الورقة دي، فبدل ما يبقى الأمر 24 ساعة يقلب 24 يوم كده، يعني لأن فيه إيه كلمة خطة. فأنا ما زلت عندي حساسية من الألفاظ دي صراحة، ما أكذبش عليكم. لكن عموما بعيد عن ذلك، هو يعني إيه نقول إجمالا، مثال إن شاء الله يتضح به الأمر في الجزئية التي سأل عليها. احنا في تجدوا في المواني تلاقي في حاجة اسمها المنارة، دي بيبقى بناء عالي كده وفي أضواء، دوره ان السفن اللي جاية تعرف ان هنا ايه المكان المناسب للرسول، بقى موسع مع انه شاطئ بس معمق الايه المكان يناسب ان السفينة الكبيرة دي تيجي ترسى هنا. والسفن جاية، في سفن بفضل الله بتوصل لغاية شاطئ الأمان، وفي سفن بتجنح بتغرق بتنزل إلى غاية. فبيبقى عندي حاجتين، هذه المنارة ودي بتتبنى مع بناء الميناء، ولازم صيانة دورية، لازم مولدات الكهرباء ما تقطعش عنها الكهرباء زي حالتنا كده، ما ينفعش، لازم فيها مولدات كهرباء، دي حاجة خطيرة. فكل حاجة دي الإيه المنارة. وفي فرق إنقاذ، فرق الإنقاذ بتنزل للسفن الجانحة تعمل لها خطة إنقاذ. ممكن أنا النهاردة سفينة رايحة مكان غلط وغرقانة، فأقول له أنا هعومك في نفس مكانك الغلط، دي مرحلة، وبعدين ننقلك للسكة الصح، دي مرحلة، وبعدين تبقى تكمل مرحلة تانية. خطة الإنقاذ دي بتتفصل لكل سفينة على حدة، المنارة مكانها ثابت مطلق لا يتغير لا يتبدل. مش معقول أنا كل بقى السفينة حالتهم المعنوية مثلا تعبانة فأروح أبني لهم منارة في نص البحر أقول بص ده أنت وصلت المنارة خلاص، لا ما ينفعش. أنا أعمل له خطة إصلاح متدرج حسب ما تقتضي ايه ظروفه، لكن تفضل المنارة ايه مكانها. فهمت الاجابة كده ولا لسه محتاجة شرح كمان؟ المنارة دي الشرع كما هو، المطلوب ان احنا نبذل جهود كبيرة ان احنا نبني المنارة. تقول لي ده انا في ناس في البلد الفلاني ما فيهوش ولا بنك ربوي، والبلد الفلاني كله بنوك ربوية، ولو جيت تمنع الربا هنا هو ممنوع خلع، تيجي تمنعه هنا الاقتصاد ينهار. طب هنا مفيش مشكلة، هنا محتاج خطة تدريجية، في بلد البنوك الربوية فيها يعني نص نص. فالخطة ايه؟ خطة الانقاذ او جدول او التدرج الذي يفرضه الواقع، مش التدرج اللي جاي نتيجة يعني ان البعض اصلا مش عايز يوصل لشاطئ النجاة لأنه شايف إن شاطئ النجاة الناحية التانية،
فيقول لي طب تدرج وهو بيتدرج عشان يروح الناحية التانية. لا، فيبقى أنا أبني المنارة دي أتعلم الشرع كما هو كما أنزله الله، لا يراعى فيه أنا أقدر أعمل النهاردة وما أقدرش أعمل النهاردة. وبعدين لما أجي في الواقع أشوف اللي أنا أقدر أعمله أعمله. طيب الناس بيقولوا لي والله إحنا ممكن نعمل معاك الخطوة الأولانية دي، بس وعدنا إن مفيش بعدها خطوات تانية، هي دي وبس. شرعا لا تملك، واقعا لا تملك إنك تهدم منارة الميناء عشان في سفينة راسها وألف سيف، مش هتعمل الإنقاذ غير لما تهد المنارة وتبنيها لها في نص البحر. فأنا اللي مش عاجبه إن أقول له، أنا بقول له أنا النهاردة أنت هتعمل إيه في التبرك؟ أقول له الدعوة، لا أملك إلا الدعوة. يعني ليس من واجبات الدولة الإسلامية، أنا مش بتكلم على الحاكم النهاردة. ليه بقى؟ لأن وفق النظام الدستوري الحديث الأمر لازم يطلع قانون من الإيه؟ من المجلس التشريعي، وبعدين تنفذه السلطة التنفيذية، مش إنه على طول تجري على ولي الأمر تقول له اعمل. فإذا ولي الأمر عندي النهاردة مفكوك في إيه؟ كذا مؤسسة. لكن هو بيسألك أنت تصورك للدولة المسلمة تلزم بهذا الأمر؟ تلزم؟ ما أقدرش أقول له غير كده. تقدر النهاردة هي تلزم؟ لا ما تقدرش، معاك أغلبية برلمانية تطلع قانون، تعمل إيه بالقانون؟ تحارب الشعب كله؟ يبقى إذن أنت لا تملك الآن إلا الدعوة. لغاية أنت أقول له لغاية ما الشعب يرى إن المعصية دي فعلا شاذة، هي الطبيعي إنها تكون شاذة، إن أي معصية تكون قليلة في المجتمع المسلم. يوم هتلاقي كل الناس بيقول لك أنت مش معاك البرلمان، ما تمنع هؤلاء اللي خرجوا عن إيه؟ عن الإطار العام. طب أنا الفتوى الشرعية من غير ما تدخل البرلمان أو معاك أقلية أو معاك أغلبية ومش قادر تعمل القانون، الفتوى الشرعية هو أن ده واجب، وأنه إذا وجدت القدرة التامة التي لا تخلف مفاسد يجب على من عنده هذه القدرة أن يمنع هذه المعاصي. لما نيجي نتكلم على قوله صلى الله عليه وسلم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، ذلك ما رأى منكم كافة غيره بيده. ولكن لا، دي للحاكم، هي لمن له قدرة، والقدرة في المجتمع مش هتيجي غير من سلطة. ماشي، مع احنا نحب برضو نقول التعبير الدقيق، هي لمن له القدرة وهي في المجتمع، لأن ممكن أب مع ابنه ممكن. طب اتفقنا، تيجي بقى تقول لي الحاكم لا ما مش من حقه، يبقى أنت كده أهمل إيه؟ فرغت عطلت الحديث. لكن تقول الحاكم الذي لم يستطع، ما هي فإن لم يستطع تمشي للحاكم والإيه؟ والغير الحاكم. فهي أصلا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، دي لازم حد يبقى يقدر، لا لازم في حد مخاطب بهذا الإيه؟ بهذا الكلام. فأنا بقول له والله مش من جدولي الآن في ظل مع أي معصية عمت البلوى بها، والناس مش يا إما مش شايفاها معصية، يا إما مش شايفاها معصية كبيرة، يا إما حاسين إن حياتهم ما ينفعش من غيرها. فالقضية مش إنك تطلع قانون وتاني يوم تحارب الشعب، لا، القضية هنا فعلا لا تملك إلا الدعوة. لكن أنت لغيت من قاموسك نهائيا إن واجب الدولة عند القدرة منع المنكرات، ما ينفعش. فعموما حرر المفاهيم بعيدا عن الواقع، وبعدين الجزء المناسب تطبيقه تقول ده اللي أنا هقدر أطبقه، والمعجوز عنه تقول عجزنا عنه. أصلا احنا كده تجاوزنا يعني الوقت. سؤال، لا هات سؤال واحد مختصر لو كان، لو الا حد سؤال مختصر. ايه؟ انا هختار الاخ ده لانه اكيد هيسال سؤال مختصر. ايوه، انت رافع ايدك ليه؟ تعال.
شغل السياسة بقى ما انت. السلام عليكم. السلام. ان شاء الله السؤال موجه لفضيلة الشيخ عبد المنعم الشحات، هو ان حضرتك مؤيد او معارض لاختيار السيد الرئيس محمد مرسي رئيس الوزراء هشام المقنديل، ايه رأي حضرتك في الموضوع؟ لا اشوفوا حد تاني بقى. والله انا يعني استشعر ان الدكتور هشام قنديل مجرد يعني ايه تخمين كده من ملامح وجهه وطريقته في التعامل في اللقاءات اللي هو عملها، اظنه انه لديه كفاءة ادارية، قد يحتاج دعم سياسي لكن هو لديه كفاءة ادارية، ده مجرد تخمين، وسيكون الرأي النهائي اكيد بعد ما نشوف حاجة. يعني احنا كنا بنقول اللي بيتكلموا الرئيس بعد 30 يوم، هنتكلم بقى الراجل ده بعد 30 دقيقة يعني صعب قوي، ولكن هو أداؤه في اللقاءات التي عقدها مع المرشحين، طريقة يعني تريثه في إعلان مين معاه ومين مش معاه، يعني تشير أنه لديه كفاءة إدارية جيدة. نسأل الله تعالى أن يوفق يعني جميع لما يحب ويرضى. أقول قولي هذا، استغفر الله لكم. السلام عليكم. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وجزا الله المشايخ. طيب الشيخ يقول، الشيخ شريف يقول ندعوكم ان شاء الله لتكرار اللقاء في مره قادمه. طبعا احنا ندعو الشيخ ان شاء الله قبل الاعتكاف. وجزاكم الله خيرا حسن استماعكم وجزا الله المشايخ على هذا وقتهم وهذا الوقت الثمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.